السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. إذا نقدم لكم سلسلة جديدة من مغامرات بي إن جي، وأتعلم اللغة الإنجليزية من خلال حكايات. إذا سوف أقترح لكم تتمة لحكاية ماي بادي. هيا نتعرف، هل سوف تستطيع جيني من رسم بنجي وكذلك أنتم؟ هل تستطيعون رسم بنجي؟ هيا لنتأكد. My body, unit 3. استمعوا جيدا أيها الأطفال الأعزاء. Two round ears, says Benji, pointing to his own ears. Two round ears, says Benji, pointing to his own ears. Jenny starts to wonder. Two round ears, says Jenny to herself as she draws the ears. Two round ears, says Benji, pointing to his own ears. Jenny starts to wonder. Two round ears, says Jenny to herself as she draws the ears. بعد الاستماع الجيد لهذا النص يمكنكم قراءه باللغة الإنجليزية، وإذا صادفتم بعض الكلمات الصعبة يمكنكم شرحها في المنجد. Goodbye.